السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي فلور اهوت اوكي، وعايز أعمل جزء من الفلور دوت كأن مثلا حد معاه دراجة أو بسكليتة وعايز يطلع فيه، فالرصيف المفروض يبقى فيه نزول هنا، فأقول له modify sub element وأقول له spirit line أهو مثلا. وبعد كده عايز اغير الارتفاع بتاع دوت، ممكن تيجي هنا وتقول له مثلا سالب 300 او من 3D، تعمل سيلكت على الجزء دوت وتقدر تغير الرقم او تقدر تنزل بيها لو انت حابب. طيب دلوقتي لو قلت له اوكي هتلاقي فعلا ان الرصيف اتعمل، لكن المشكلة ان الرصيف نفسه بدأ ينزل بالشكل دوت، مفيش قطع. طيب في حل ظريف، هو ان انا هدخل في الايديت تايب في الاستراكشر واقول له variable واقول له اوكي اوكي فيعالج لي الرصيف بالشكل دوت.